طيب هلا اليوم شباب احنا محاضرتنا عن الانفرنس ميثودز للبروبوزيشنال لوجيك. كل اللي اخذناه المره الماضيه كان عن البروبوزيشنال لوجيك بحد ذاته. درستوا طبعا البروبوزيشنال لوجيك انتم في مواد اخرى زي مثلا ديسكريت ماثماتكس مضبوط. فاحنا نعرف البروبوزيشنال لوجيك. اليوم المحاضره بتركز على ايش يا علي؟ انترفيس. على الانفرنس ميثودز. شو يعني انفرنس؟ طرق الاستنباط او الاستنتاج. ماشي. طبعا المحاضره بتلقوها مصوره ومحطوطه على هذا الموقع. في حناخذ اربع طرق، في منهم تعرفوهم اوريدي. حناخذ على النيوميريشن ميثودز في البدايه، كيف نعمل استنتاج بالنيوميريشن. بعدين حناخذ قواعد استنتاج. بعدين حناخذ قاعده او طريقه بنسميها الريزوليوشن. وبعدين في طريقتين ثانيات، واحدة اسمها الباكورد تشيننج، واحدة اسمها الفورورد تشيننج. ماشي. نبلش في النيوميريشن ميثود. تعرفوا اللي هي بكنا نسميها فاليديتي اوف ارجومنتس، يمكن في مادة الديسكريت، اللي هي انا بكون عندي بروبوزيشنز يعني جمل منطقية، وبعمل فيها بحطها كلها في بنسميها البريميسز. بعملها تروث تيبل وبقول وين البريميسز بكو ترو، لازم الكونكلوجن اللي بدور عليها تبقى ترو. بهاي الحالة بنقول كل بنقول هاي الكونكلوجن فاليد بالنسبة للنوليدج بيس. اخذناها الحصة الماضية. هلا هاي الطريقة هاي مثلا في عنا مثال، في عنا مثلا الفا. الفا دائما هي نقول الكونكلوجن اللي مدور عليها، يعني في عندي هاي نوليدج بيس A or B or C and B or not C. هلا هاي نوليدج بيس وانا بدي اتفحص، بدي اشوف هل بقدر اقول انه A or B، يعني هل هاي فاليد، هل هاي الكونكلوجن فاليد. فشو اللي بيجي بسوي؟ هاي شو اسمها الاشاره كنا المره الماضيه سميناها انتيلمنت. هل النوليدج بيس انتيلز الفا ذكرين؟ هلا بفحص، بحط هاي اي بي سي، هذول كلهم بروبوزيشن، بحط بريميسز اللي هم هاي وهاي وهاي، وبقول النوليدج بيس، بتطلع وين تبقى ترو. طبعا عندي هون الفا اللي هي او اي اور بي، بفحص A or B هون A or B بحطه. بعدين بطلع وين في ترو. هاي هي ترو هون ترو 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 هون ترو هون ترو معناته هون ترو معناته ترو معناته هاي الفا مالها كان بي انتيل يعني بنسميها valid conclusion. طبعا لاحظوا انه احنا شو كنا عنوان محاضرتنا؟ طرق الاستنتاج للمنطق. انو منطق؟ البروبوزيشنال لوجيك. اذا بنحط اول طريقه بنعمل اللي اسمها نيوميريشن او فاليديتي اوف ارجيومنتس، انه بحط النوليدج بيس، بحط كل النوليدج بيس عندي هون وبحط الفا، وين هذول ترو معناتها لازم تبقى ترو. تخيلوا لو زي ما ضربنا مثال المره الماضيه، انه لو عندنا احنا بدنا نفحص طالب بسحل وسجل ماده مثلا الارتفيشال انتليجنس او لا. هلا هذا الكلام كنا لازم نعبي شو اخذ مواد وشو العلاقات بين المواد و و و و و لازم نعبيها هون عشان نقدر نفحص. مزبوط. طب هون كم بروبوزيشن بصير؟ قديش طول التيبل يعني بمعنى اخر وعرضه؟ مهول. مزبوط. هلا هاي الطريقه النيوميريشن، يعني تعداد كل الحالات الممكنه. يعني ايش احنا هون سوينا؟ انه اخذنا كل الحالات الممكنه وفحصناها. وهي الطريقه كثير بطيئه. يعني احنا على فكره اللي سويناه ديب فيرست، هي بالحقيقه ديب فيرست. لا، اذا عندنا ان سيمبلز، ان سيمبلز يعني ان بروبوزيشنز، التايم كومبلكسيتي تطلع 2
طول القوة M و space complexity N. هاي الطريقة كثير بطيئة وكثير بتنفعش إذا بدكم. بس هاي الطريقة مالها sound وإيش complete. شو يعني sound عليه؟ sound يعني إذا أعطتنا جواب الجواب ماله يا عتاب صحيح. وcomplete شو معناها؟ إذا في جواب بتعطي. كمان مرة نسأل مهند، هل البروبوزيشنال لوجيك ساوند كومبليت؟ هل البروبوزيشنال لوجيك ساوند اند كومبليت؟ قلنا سؤال غلط. شو يعني؟ احنا مش بنبحث اللانجويج او اللوجيك انه ساوند ولا كومبليت، بنبحث ايش؟ الطريقه البروسيجر الالجوريثم. طيب هلا ناخذ الانفرنس رولز طريقه اخرى. طريقة أخرى في عنا إيش اسمه نعرفه من كمان من زمان اسمه إيش؟ موداس بونينس. هلا بقول لك هون عليه إذا في إذا إف ألفا ذن بيتا، وأنت بتعرف ألفا ذن بيتا. إف ألفا ذن بيتا هاي جملة، وجملة الثانية ألفا إذا بيتا. بتعرفوا هاي القاعدة مزبوط؟ طيب على فكرة means whenever any sentence of the form، لما في عنا any sentence of the form له هاي الفورم وعندي كمان ألفا، لما هذول يعطين إلي معناته بيتا نقدر إيش نستنتج. هاي مثال. طيب خلينا نأخذ logical equivalences أخرى، يعني هاي القاعدة قاعدة نقدر نستعملها كقاعدة استنتاج. يعني منقول إذا الطالب درس كثير على المادة then بجيب 90 من 100. طالب وبعدين الجملة الثانية بتقول الطالب درس كثير على المادة، نقدر استنتج إنه الطالب جاب 90. بحاجة إنكم تشوفوا هذول اللوجيكال إيكويفالنسز، المفروض طبعا تعرفوهم لانهم بيلزموا هلا للانفرنس. هلا اذا عندي الفا اند بيتا هي نفسها بيتا اند الفا، الفا اور بيتا ايكوال بيتا اور الفا. اذا كان الفا اند بيتا مع بعض اور اند جاما بيصير الفا اند بيتا اند جاما. اذا كان عندي الفا اور بيتا اور جاما يعني معنى اخر الاقواس مالها مش مهم. اذا نط الفا الفا كيف الفا ذن بيتا هاي بتساوي نط الفا بيتا. سوري نط بيتا اف نط بيتا واذا عندنا برضو الفا if الفا ذن بيتا هي نط الفا اور بيتا. وعندنا كمان الفا if and only if بيتا معناها ايش هي؟ علي الفا 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 if and only if بيتا مالها؟ معناها الفا if الفا ذن بيتا and if بيتا ذن الفا. طيب اذا عندي نط الفا and بيتا نط الفا اور نط بيتا، واذا عندي نط الفا اور بيتا معناته نط الفا نط بيتا. وهذا المجال هلا هذول الرولز بنستعملهم، هذول بنسميهم اللوجيكال ايكويفالنسز. فبنقول تو سنتنسز ار لوجيكال ايكويفالنت اف اند اونلي اف، يعني they are true in the same models. هلا all rules are sound if used with search algorithm، يعني هذول الطرق هذول الايكوفالنسز ك اذا استعملناه يعني are sound اذا بنستعملهم في algorithms عندنا، but they might be inadequate to reach a goal، يعني بجوز ما يكونوش كافيين لنقدر نستنتج كل اللي بدنا اياه. هاي يعني بمعنى اخر مذكرين انا يعني بلاش اصرف كثير عليها،
هذا اخذناه في ماده ديسكريت، انه انا بعطيك بكينا نعطيكم نوليدج بيس ونقول لك سمبليفاي صح، ونعطيك نعطيكم لوجيكال ستيتمنت ونحكي لكم ايش انه سمبليفاي مزبوط بتذكروا. هلا باستخدام ايش هذا، فانت بتقدر تستنتج يعني اذا انا قلت لك يا نورة لو قلت لك انه if الفا then بيتا تقدر تقولي برضو not بيتا if not بيتا then not الفا، فبنقدر نستنتج باستخدام هاي القواعد. بس المشكلة انه هاي القواعد مرات ما بتكفيش الى ان نعمل مباشرة نعمل reasoning او يعني استنتاج. بدنا نركز اليوم على طريقة نسميها resolution اللي هي proof by contradiction. تذكروا شو معنات satisfiable زمان؟ satisfiable ايش satisfiable يا مونا؟ satisfiable كلنا تذكروا دائما حطيت لكم مثال PhD student subtype of student subtype of employee وemployee student subtype of person، وقلنا لكم اذا كان employee وstudent disjoint عارفين شو disjoint يعني فيش intersection بينهم، معناه هون بهاي الحالة بتطلع الـ PhD student مش satisfiable. شو يعني؟ مالهاش ولا model. ها طيب هلا، فأنا بدل ما أفحص الألفا انتيلز بيتا أو آخر عشان أفحص إنه إف أنا شو اللي إحنا نقول؟ طلعوا باختصار اللي إحنا بنستنتاج إحنا ما نفحص، نقول هل هذا الطالب بيصح له يسجل مادة الـ AI ولا لا؟ هذا سؤال مزبوط؟ مزبوط؟ هلا إحنا عندنا نوليدج بيس، عندنا كل الفاكس عن الطلاب وعن المواد، هاي نوليدج بيس، وأنا بدي أسأل هذا السؤال، بفترض إنه هذا السؤال شو ماله؟ ألفا، إنه الطالب بيصح له يسجل مادة الـ AI، بفترض إنه بيصح له يسجل مادة الـ AI، فبقول هل نوليدج بيس entails ألفا؟ يعني هل النوليدج بيس الواقع الحالي اللي عندي وكأنك تقول بيسمع بأنه مهند يسجل مادة الـ AI؟ مش هيك سؤال. هلا انا بدي اجاوب اه ولا لا؟ هلا احد الطرق اني اقدر اجاوب عليه نبعكس ايش؟ بحط النوليدج بيس ام نوت الفا، يعني هو انت بس حكيش تسجل ماده الاي اي لما تسجيلك لإلها بيعمل فيوليشن لاحد الرولز او لاحد اللوجيكال ستيتمنتس في النوليدج بيس مزبوط، وبالتالي انا بحول النوليدج بيس بحول النوليدج بيس انتلز الفا بحولها الى نوليدج بيس اند نوت الفا، النتيجه هاي لازم تطلع unsatisfiable. اذا طلعت النتيجه unsatisfiable يعني معناته في contradiction اللي خلاها معناته صح تقدر تسجل. هلا ندخل نشوف كمان مره. هلا فهي بنسميها يعني resolution is a rule of inference leading to a refutation ضحك يعني theorem proving technique for sentences in propositional يعني طبعا هاي الطريقة عملت بال 65. suppose انه هاي عندنا انا مثلا عندي knowledge base الطريقة هاي عندي A or not B ها وعندي A or not B يعني بقدر انا استنتج A ها شو اللي سوينا by resolving مش اسمها resolution من الطريقة by resolving A or B and A or not B بشطب هاي مع هاي بشطب هاي مع هاي شو بضل عندي A or A معناته بقدر استنتج
هاي يعني عشان نعملها simplification. ماشي؟ يعني بدي اعيد كمان مرة. انا عندي نوليدج بيس. عندي نوليدج بيس. كنا نضرب مثال. نوليدج بيس بتقول النوليدج بيس ايش بتحكي؟ انه مادة الديسكريت، يعني لازم الطالب يبدأ مثل مادة الديسكريت قبل مادة الاي اي. ليه؟ لازم يبقى طالب كمبيوتر ساينس. ماشي؟ والطالب يكون مسجل جامعة بيرزيت. يعني هو طالب جامعة بيرزيت كمبيوتر ساينس ماخذ الديسكريت عشان ياخذ الاي اي. هاي النوليدج بيس. وفي عندنا مهند سجل جامعة بيرزيت، مهند طالب كمبيوتر ساينس، ومهند ماخذ مادة ديسكريت. هذول كل النوليدج بيس، كل الكلام اللي قلته هذا نوليدج بيس. شو السؤال يا نورا؟ ما اللي بقدر نسجل الاي اي؟ صار حكي ليه؟ صدقت. شو السؤال يا علي؟ هل تقدر تسجل مادة؟ طبعا انا السؤال بحطوش هل، سؤال ما بحطه هل. هلا عشان اقدر اجاوب على هل بصح له يسجل مادة الاي اي ولا لا، شو بسوي؟ اللي هي يعني النولج بيس انتيرس الفا ولا لا، بقول الفا مهند بقدر يسجل مادة الاي اي. هل النولج بيس انتيرس انه الفا انه بيقدر يسجل مادة الاي اي؟ هلا بدنا نفحص. يعني لما بقول النوليدج بيس انتيلز الفا، اذا معناته الفا از ترو او فاليد، معناته بتقدر تسجل. مزبوط مزبوط. هلا بس اذا لا بده يرجعني لا. هلا انا شو بسوي هون عشان احول، نرجع عشان احول النوليدج بيس من سوري عشان احول السؤال. السؤال شو كان؟ النوليدج بيس انتيلز الفا. ها هون احنا هون السؤال. هلا بحول السؤال لصيغه اخرى، بحول السؤال لصيغه اخرى، بقول سؤال نوليدج بيس ان نوت الفا. شو يعني؟ يعني عندي هاي النوليدج بيس وبقول مهند ممنوع يسجل مادة الاي اي. لا بس ما حلوش يسجل مادة الاي اي. هلا اذا طلع كونتراديكشن هون من هذول معناته مسموح لك تسجل. صح؟ هذا هذا بنساوي شيء زي اول شيء نوليدج بيس. تفضل. ستايل الكوبي. بحكي لك النوليدج بيس لازم يكون جيد. هاي هي هذا اللي بدي احكي. عشان احنا نقدر نعمل الريزوليوشن اللي هي الكلام اللي كله باي ريزولفينج. شايف انا لما حطيت النوليدج بيس حطيتها بصيغه A or B، A or not B مثلا، A or كذا، يعني هي الكومة زي الان اللي بتيجي بينها. فانا بحط هذولا شو معنى كونجنكشن؟ شو معنى disjunction؟ conjunction اللي هي الآن، وdisjunction الأو. بمعنى فأنا بدي أحول النوليدج بيس تبعتي هلا إلى صيغة تالية. انتبه معي، خليك بس تطلع. عندي مثلا I الآي و أور I كذا لعند I K، صح؟ وام واحد، فهذول بينهم اور. بس هون في وكانك كما والان، فبتصير عندنا بدي احول النولج بيس عندي، لان النولج بيس عندي تركاش بهي الصيغه، بدي احولها لصيغه اللي بس اقدر اشطب زي ما شطبنا هون، واطول بشوف بي نط بي، بطلع شو في محدها حتى بشطبها. وين بقدر اشطب على فكره؟ دراحة. انا وين بقدر اشطب؟ لما يكون هذول هي معها او يعني ما هو زي هذول زي بين الاكواس، مظبوط؟
هاي بينها قوس. فعندي هاي وعندي هاي، في كل واحد الكلب هذول في كلب ايش؟ اور. كل اللي كلب اور اور اور، بس اللي بين هاي وهاي ام. فاحنا بنقول لما تبقى النولج بيس بالطريقه هاي تقدر طوال تشوف بي ونط بي، مثلا سي ونط سي، ايه ونط ايه، تشطبهم تشطب 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 تشوف شو بضل عندك. ها مثلا عندك شغلات، هاي الشغلات تقدر تستنتج. هلا هات نشوف. فاحنا بنحول النولج بيس، طبعا في عندي امثله انا، فبنحول النولج بيس الى نسميه كونجنكتيف نورمال فورم سي ان اف. قبل ما نعمل ريزوليوشن، قبل ما نحسب، قبل ما نستنتج، لازم نحول النولج بيس الى كونجنكت الى كونجنكتيف نورمال فورم. شو يعني كونجنكتيف نورمال فورم؟ يعني كونجنكشن اوف ذيس جانكشنز اوف ليترال كلوزز. شو يعني؟ شو هاي حد وهاي حد، مزبوط؟ هاي حد وهاي حد، وبحد وحد وبحد وحد وبحد وحد. شوفي بين الحدود هذول هلا هاي بنسميها conjunctions of disjunctions. هاي disjunction في بين داخل كل حد. شوفي او يعني بعيد بلخص، بقول انه conjunctive normal form يعني conjunction of disjunctions، يعني في عندي حدود في بقلبها اور، وبين الحدود هذول ايش؟ باختصار هاي في مثال، بس بدي اقول لكم اياه ريزوليوشن الساوند اند كومبليت فور بروبوزيشنال لوجيك. هاي بدنا ناخذ هلا مثال. هلا مثال ها تذكروا الوانس، مثال اللعبه الوانس، انه في بيت في 1.3 وفي او في بيت في 2.2. طيب فيش بيت في 2.2، تشطب هاي مع هاي، مزبوط؟ شو بضل؟ هاي A or B not B or C، تشطب هاي مع هاي بضل سهل. على فكرة سهل جدا جدا جدا، بس انت بدك تحول النولج بيس لايش؟ لكونجنكتيف نورمال فورم، لسي ان اف، يعني لكونجنكشنز لكونجنكشن اوف ذيس جنكشنز. ناخذ المثال التالي. شو هذا المثال بيقول يا أماني؟ إنه في بريز في 1.1، إذا أو إف أند أونلي إف في بيت في 1.2 وأو أو في 2.1، مفهوم؟ هل هاي كونجنكتيف نورمال فورم؟ تقدر تحولها. هل هاي كونجنكتيف نورمال فورم؟ لا. لا. نحولها. أول إشي نشطبها. كيف نشطبها؟ بنحول الـ if and only if إلى if إذا وأند هاي، يعني مثلا عندي ألفا if and only if بيتا بتصير ألفا if ألفا then بيتا and if بيتا then ألفا. على فكرة بعدين بتقيم هاي تحط بدل أول if ألفا and بيتا شو بتساوي؟ بصير نات الفا اور بيتا. بعدين بيطلع عندك اشي هاي النات بتزيح على قدام يعني الجزء التعبير ها، وبعدين بتوزع. هات نجرب هاي، يلا هاي شو بتصير؟ اف بيتا then بي 1 2 اور بيتا 2 1، تطلع بي 1 1 اف بي 1 1 then بي 1 2 and B12 يعني B11 if B11 then high and if high then bit، مفهوم يعني؟ ها طيب بعدين محل كل F محل كل F بدنا نحط not مع الـ، طب شو بتصير؟ not B11 or high and not هاي or هاي هاي not B11 or هذول and not هاي لتلعب or بيتا هاي or B11، مفهوم لحد الآن؟ ها
بعدين ندخل النط لجوا. هون فيش داعي ندخل النط لجوا، بس هون احنا لازم نوزع النط. طب تصير هاي زي ما هي. لا على فكره لحالها تكون جت بنورمال فورم، بصير مزبوط؟ ندخل هاي جوا، شو بتصير؟ نط نط هاي ان نط هاي بالضبط. او هاي هلا كمان وزعي هذول. هاي شو بتصير؟ هاي شو بتصير؟ بدنا ندخل بي 1 على بدنا ندخل نوزع. بتصير نط بي 1 ان بي 1 بتصير هاي زي البلد ما هي. بتصير نط بي 1 2 بي 1 2 او بي 1 1 ان مضبوط. نط بي 2 1 اور. هل هاي صارت كونجكت سي ان اف؟ واضح انه هلا بقدر اشوف انا هاي مع هاي وهاي مع هاي. شفتوا علي؟ شفتوا كيف؟ بقدر اختصرهم بطلع عندي نتيجه. هاي طريقه الاستنتاج اللي شرحته انا قبل شوي كله ملخص هون زي ما هو في الكتاب. ليه؟ طيب The resolution algorithm tries to prove. كمان مرة شو احنا كنا يعني انا شرحت لكم الفكرة اللي هو انا شرحته قبل شوي بس برد عليه انه انا شو اللي بدي اياه؟ شو الالجوريثم بحاول يفحص؟ بحاول يعمل بروف لهاي لهاي نعملها انه نعملها انه اذا طلعت هاي انساتيسفايبل معناته هاي صح. مفهوم؟ وهذا هو ما فيش شيء. هاي الالجوريثم هاتوا نعمل هاي مع بعض. انا في عندي يا شباب نوليدج بيس فيها التالي بي اف بي ذن كيو مع بعض ذن كيو. هاي شو بتصير؟ not بي كيو. طيب هاي بتصير بي اور كيو. جربها لحالك. هاي بتصير بدك تحولها لسي ان اف. انا بقصد بدك تحولها لسي ان اف. شو بتصير؟ لحالها. طيب هاي الجملة شو بتصير؟ بي اف حولها لسي ان اف. مش بي ذن كيو نوت بي كيو نوت بي ذن كيو اور كيو. طيب كمل شكله مختصر يعني. انا ما بحول خلص سي ان اف بتسويها بالدار الحالي. بس انا اعطيك النتيجة النهائية. هاي بتطلع سي ان اف تبع وهاي شو بتطلع سي ان اف. هاي بتطلع جملتين. هو هذا اللي بتطلع جملتين بي او. بيطلع بي اور ار ام نط بي اور ار هيك بتطلع مع بعض. فبي في بينهم ام مزبوط. وهاي لا هلا احنا عندنا هاي نولج بيس وبدنا نفحص هل النولج بيس انتيلز الفا الفا هاي مزبوط. بدنا نفحص من قاعدين شو بنساوي احنا بنحول في كل الجمل الى سين الى سين اف. النتيجه اللي بتطلع عندي بحطها هون. هلا اذا هاي طلعت هاي مباشره. ها شو طلعت؟ على فكره هاي طلعت شيء شو بنت هاي اند هاي خلص مش مشكله. لما انا بتجدول شو بساوي؟ تفصل اند عن بعض. بفصل الاند عن بعض. طيب على فكره هي نولج بيرز بين كل جمله وجمله في اند. هاي تطلع هيك واضح؟ يعني لا يعني كنت لي استاذ حول لي اياها بيطلع عن هذول في بينهم ام. خلص الجدول بيفترض انه في بينهم ام عشان تطلع ار. هلا شو اسوي في ار؟ تسوي عشان تشوف شو بتساوي؟ لا لسه هاي نولج بيس يا عم. هاي نولج بيس لحد هون من واحد لسته ست جمل
هاي النولج بيس حولت النولج بيس هذول الثلاث جمل لعن ست. معناته اساوي اوبس معناته بحط نقطه صح؟ ها؟ صح. شو السؤال؟ هل النولج بيس هاي الديتيلز ار؟ فبقول هاي النولج بيس اند نقطه حطهم تحت كل جمله في بعض سي ان اف. طيب يلا هسا في عندنا نقطه نط اس قولي لي في قولي لي رقم الجملة أربعة وستة نط اس مع اس واحد ثلاثة لحظة أول شيء ما هو طبعا في أكثر من كل واحد بيبدأ بطريقته بس أنا بدي أمشي هنا على طريقتي وشوي شوي عشان السلايدز هلا أربعة وسبعة حط هاي أربعة والسبعة شو بظهر؟ أربعة يعني تروح هاي مع هاي شو بظهر؟ اس هلا اس وكانها بتصير جمله جديده منضيفها على النولج بيس صح؟ مزبوط؟ طيب الجمله اللي بعدها حطينا 6 و8 شو 6 و8 فيها؟ وين 6؟ هاي 6 وال8 شو بظل؟ بظل نوت كيو صح؟ طيب 1 و9 1 و9 شو بظل؟ بي مزبوط؟ هلا الثلاثة مع العشرة شو بصير؟ بيطلع ار صح؟ طيب وبعدين؟ 11 مع 7 شو بصير؟ لا لا ولا شيء؟ لا 7 مش مهم انك تستعمل فيها لا هي صح خليك تستعمل فيها مهم هيك اثبتت انه مهم غلط ها؟ اثبتت انه غلط شو اللي صار؟ ايا اماني انه صار انه اثبتنا انه شيء غلط يعني صار في عندي كونتراديكشن هون صار في عندي او ار مع نط ار انت بتقولي لي بصح له يسجل وبتقولي لي ماده الاي اي وبنفس الوقت بتقولي لي ممنوع يسجل ماده الاي اي صار كونتراديكشن هذا بصير كونتراديكشن عم نحطه سبع مؤشرات اذا طلع كونتراديكشن معناته النولج بيس هاي انتزل وضحت؟ طيب هاي الكونتراديكشن هاي في عنا احنا اكسرسايز بتسووه في البيت طبعا هاي في عنا هذول وعنا النط بريز 1 1 وعنا الفا فهل هاي انتيلز ولا لا؟ شو يعني انتيلز؟ طلع شو السؤال؟ عندي هذول انا بقول لك في قاعده هيك هيك بقول لك بتعرفوا اللعبه هاي ها؟ انا بقول لك إذا في بريز في واحد واحد هاي واحد واحد بريز إذا في معناته في واحد بوينت اثنين وفي اثنين بوينت واحد في بيت هاي قاعدة كانت أجت نورة شو حكت أو فيش بريز في واحد بوينت واحد مش معناه كمان نقول معناها أجت عتاب قالت سر بقدر اقول انه فيش بيت في 1.2 يعني هل هاي المعطيات اللي عندي النولج بيس هل بقدر استنتج انه فيش بيت في 1.2 اه ولا لا؟ لا لا احنا ندرب على الطريق ليش الطريقه شيء يعني شو السؤال لما هي قالت بقدر يا استاذ استنتج من اللي قالوه انه هاي انه فيش بيت في 1.2 شو يعني؟ يعني كلها قصدك تقولي هل يعني بتسالي زي هل النولج بيس هاي انتيلز هاي الفا فبدي احول هاي لنولج سي ان اف سي ان اف بعدين انت مع نط مع نط نط وبعدين على فكره هاي طريقه ثانيه هاي مش جدول انا اللي وجدتكم اياها هون شو هو سهل الجدول الكتاب بيستعمل طريقه ثانيه اللي هي هاي النولج بيس نط الفا هاي النولج بيس حولها هاي حولها وعمل نط النط 1.2 شو صارت؟ 1.2 صح؟ فصار عندي هاي هذول هم هذول هم اللي هم باعتبار اذا كنت كانوا بالجدول اللي هم لحدهم هذا بعدين بعدين شو اللي صار؟ انه اذا اخذنا هاي
وهاي شو بشرب شو بشطبوا بعض شو بضل هاي وهاي شو بضل منهم هاي بتروح مع هاي مزبوط بي واحد بتروح مع بي واحد ضل بي واحد تاني ليه لا خربت هالطريقة كمان مرة واحد اثنين اوكي هو عامل يعني مش مشطبهن مع بعض مشطب ستيب ستيب فهمتوا علي؟ يعني هاي بي واحد واحد وبي واحد واحد يعني ادمج الثنتين مع بعض هذول بصير هاي صح؟ وإدمج الثنتين هذول برضو مع بعض بيطلع عنا هاي المهم بيطلع الكونتراديكشن أنا صراحة هاي الطريقة بدكم تفهموا من الكتاب تفهموها هيك بس أنا بستعمل جدول ماشي؟ طيب هذا مثال آخر لكم للبيت آه؟ طيب هلا الكومبليتنس هل هو كومبليت ولا مش كومبليت؟ كنا عن ريزوليوشن كومبليت للبروبوزيشنال لوجيك تمام هلا هاي مطلوب منكم بس عشان بطول بس نخش عادة في المادة تدرسوا من الكتاب انتبهوا فبجيب عليه سؤال صغير عادة أنا عشان أجبركم تدرسوا الكتاب بس أنا بديش الفول فورماليزيشن يعني نوع طويل البروف إنه هل هو كومبليت ولا مش كومبليت فانفورمالي شو الفكرة تبعته تدرسوا خلاص أنا حد هون شفتوا فكرة كيف نعمل ريزنينج باستعمال الريزوليوشن تيبل ها يعني هو بسميه طريقة الضحك ها هلا نأخذ فكرة ثانية طريقة هما طريقتين على فكرة بس هما عكس بعض واحد اسمها forward chaining واحد اسمها backward chaining نأخذ الب forward chaining قبل ما نأخذهم بدنا نأخذ شغل صغير لأن هاي الطريقة بتزبط إذا كانت النمت بيس لها شكل معين هلا resolution صح complete بس ماله resolution exponential ها في السبيس وفي التايم هلا اجى حدا قال اذا اعطيتوني نولج بيس بس لها مش يعني مش كيف ما بدكم اذا اعطيتوني نولج بيس بالشكل انه كل جمله بتكون على شكل هورن كلوز يعني بقدر استعمل لكم الفورورد والباكورد كمان مره اذا اعطيتوني النولج بيس على شكل هورن كلوزز تسألنيش قبل هلا شو هورن كلوز اذا اعطيتوني على شكل هورن كلوز مش سين اف هورن كلوز بنستعمل الالجوريثمز انهم فورورد والباك طب شو يعني طب شو يعني استاذ الهورن كلوز الهورن كلوز بقول ان تكون الجمله تكون الجمله كل جمله فيها at most one positive letter one positive proposition يعني A هاي كم واحدة فيها A or not B or not C كم واحدة فيها فيها واحدة positive هذولاك فيه النط هاي positive هذول كل هاي positive ولا لا هاي كله positive ولا هل هاي B1 and B2 and B3 لعند and BN ما فيها بس يعني if هذول then Q هل هاي horn close لا هي لو تحولها نت أيوة فشو أسوي أنا علي بقول نت هذول or هاي فشو بطلع عندي بطلع كلهم نت إلا Q ف يعني يا بيكون عندي جملة هيك يا هيك هلا هاي الجملة مش هورن كلوز ليه؟ لأنه فيها بي و سي تو بوزيتيفز ليه؟ باختصار عارفين شو بده هو؟ يرسم جراف شايفين هاي؟ هو بده يرسم جراف إذا قدر يرسم جراف بقدر يستنتج يعني بده يحول النولج بيس لإيش؟ بده يحول النولج بيس لجراف كيف يعني حول النولج بيس لجراف؟ كيف تتحول النولج بيس لجراف؟ إذا كانت على شكل فيها هاي فبتقول أوكي هذول بيأدوا إلى بأشروا لإيه
وهذولا وإيه بتأشر على هذولا وهذولا بتأشرن على كذا. يعني إذا اليوم الدنيا مطر فيش محاضرة، وإذا فيش محاضرة بدنا نروح نلعب كرة سلة، وإذا رحنا نلعب كرة سلة بدي ألبس بدلة الرياضة، وإذا بدي ألبس بدلة الرياضة بدي كذا كذا، أو كلهن زي اللي بقيس. يعني هل بقدر أرسم بين اللوجيكال ستيتمنت بقدر أرسم جراف؟ هلا إذا قدرت بستعمل ألغوريثم، أنا بدي استنتج صح؟ بقدر أرسم زي جراف، بس لاحظوا إنه مش أي نولج بيس بقدر أرسم منها جراف. فشو لازم تبقى نولج بيس عشان أرسم منها جراف؟ تبقى هون كلوز. طيب هلا في تو ألغوريثمز، الفورورد والباكورد، وهي هذول الألغوريثمز آر يعني خلينا نقول لينير تايم، لهم لينير تايم. هلا خذوا هذا المثال. If I feel sleepy, then I'm happy. مزبوط يا مولانا. If I am at home and the heating is on, I feel sleepy. If I am at home and it is snowing, مشغل التدفئة. أو التدفئة بتكون مشغلة. If today is holiday and I feel sleepy, يعني معناتها أنا حكون في البيت. If today is holiday and it is snowing, أنا برضو حكون في البيت. ليه؟ Today is a holiday. Today is snowing. شو صرت حاسس فيها؟ هل أنا هابي؟ أول شيء لسه هاي أنا ما فيش فورورد ولا باكورد. هاي نولج بيس. اذا انا وهذا وهي الفا. وانا بسال كيف؟ لان الدنيا ترجع العكس. لا بيرجع العكس. إذا لحظة أنت هون كنت شغلتين بتنزل عن بعض، يا بترجع رجوع ترجع من هون يا بتطلع بتنزل من تحت فوق. أيوه احنا شو قاعدين نساوي؟ فورورد يعني من فوق من هون تاني نوصل هنا تاني نوصل للكونكلوجن. ها نرسم today I am at sorry it is holiday today it is snowing مزبوط. I am at home. I am at home بتروح بحالتين. لا جاء عليه شغلتين. بحالتين. يا إما. لا. يا I am at home. يا إما. It is snowing. And it's holiday. هاي أم. هاي معناها أم. عارفك ولا ما فيش معناها أو. بس إذا في معناته أم. هاي أند هاي بقدين وين؟ لا معناته أنا. I am at home. على فكرة أو أنا ممكن أكون at home وأنت إذا today is holiday and I feel sleepy. It's snowing. No حكيناها هاي it's snowing حكيناها snowing وholiday حكيناها هاي فهذول بقدين لهاي أو مش و أو برضو أنا بكون at home إذا today is holiday and I feel sleepy. ليه؟ هاي عشان هل الهيتنج از اون؟ الهيتنج از اون وينتا؟ اذا سنوينج ام اي ام ات هوم. لاحظ الان ات هوم بقدر ينزل لي على شغلتين قبل صح؟ هلا انا سليبي ولا مش سليبي؟ اذا الهيتنج از اون واي ام ات هوم ام اي فيل سليبي. هلا if I feel sleepy if I feel sleepy then I am happy. ها هلا اذا شكيت فورورد الفورورد الفورورد من الجرام من الجرام من من هذول البسيطات باتجاه الكونكلوجن.
اذا بتمسك الكونكلوجن وبصير ترجع لورا هذيك اسمها باك اورجن. هلا ناخذ اوكي من تحت لفوق، بس الفوق هون على الكويري هاي بنسميها الفوق. طيب هات نفهم، هلا هاي الكويري، هاي الكويري، وانا هاي قلت لكم الان، وهاي الكور كيس. هلا انا بصير افحص هاي علامات الخط. It is very day, it is snowing. طيب هلا مع النكست ستيب سوري، هلا ضل فحصت هاي اوكي. هلا فحصت هاي، بدل ما اجي افحص هاي بلقي حالي ايمتهم. هلا بدي افحص هاي، عشان افحص هاي يعني هاي بنقص واحد من اللي بودوني على من اللي بودوني على هاي ظلت مفتوحه، يعني هاي معناتها ظلت مفتوحه. هلا ايمتهم ان تحقق الشرط لهاي مزبوط، فبطلع فيها بطلع بلقي حالي اوبس اي ام هابي. بجوز ما تقديش هاي النتيجه لاي ام هابي، بس هذا المثال. هلا فورورد تشيننج از ساوند اند كومبليت، بس لمين؟ يعني اذا كانت النولج بيس هورن كلوزز الفورورد والباكورد ملاح. فهمتوا علي؟ هلا think about this. في مثال اخر، يعني suppose that the goal is to conclude the color of a bit named Fritz، كأن حيوان اللي هو اسمه Fritz. Given that he croaks and he eats flies. شو يعني كروك؟ بنعك. ما حتى اترككم بنعك وبقدر وبوكل ايش؟ فلايز. ايش يعني؟ اللي بتطير. طيب. And the knowledge base contains the following. يعني النولج بيس عندنا شو بتقول؟ if x croaks and eats flies then x is a frog. ضفدع. اذا if x trips يعني بغرد and sings يعني بغني معناته هو كناري. اذا x is a frog then x is green. if x is a canary then x is yellow. وعندك هذول وانت بنعرف انه هاي الفريتز كروكس وايتس، شو النتيجة؟ سووا لحالكم. هذا مثال، ما انا بحب اعطيه مش بس مثال واحد. عشان تروحوا البيت تدربوا عليه. تشوفوا شو لون. طيب هلا الباك وورد تشيننج نفس الشيء، بدناش نطول فيه. الباك وورد تشيننج شو بيساوي؟ بقول لي ليش انا طلع علي هلا انا فحصت كل شيء من فوق من تحت وطلعت لفوق ليش؟ بجوز يوصلني مش نتيجة واحدة، ما هو بجوز يبقى في عندي 1000 نتيجة اللي تحت بوصلني عليهم صح؟ يعني الجراف لما يكون كبير ممكن تستنتج شغلات كثير مزبوط؟ بتحكي عن الفورورد الفورورد هلا ليش انا اطلع من تحت لفوق؟ لاني قد اروح على في برانش ما بتنزلنيش مزبوط؟ هلا في حدا اجى كان ليش هيك؟ بنجي بنساوي ايش؟ من فوق لتحت. شو يعني؟ شو اللي بخليني هابي؟ هيك سؤال. شو اللي بخليني هابي؟ هاي يعني نفس النولج بيس بس بإيه وفيروموز. شو اللي بخليني هابي؟ بي. شو اللي بيحقق بي؟ ال. طب شو اللي بحقق؟ باخذهم واحد واحد، شو اللي بحقق ال؟ ايه يكفي؟ ايه ال بي. ايه ال بي. اللي بحقق ال؟ ايه ال. لحظة أنا هون لازم أحقق الثنتين على فكرة، ها لازم أحقق الثنتين. ظلت هاي مفتوحة. فإيه وهاي كمان. مزبوط؟ ما هي بدور عليها. فباجي على بي بتتحقق. أو انا برجع ولا بكذب؟ ما انا اخر بشط لحظه. اوكي من اول. هلا انا عندي هاي مزبوط؟
هذول بنسمي هذول جرام بروبوزيشنز، يعني بعتمدش على شيء، خلص فاكس مزبوط محقق جاهز. هلا فبرجع بالكبي، برجع مين مين، شو اللي بحقق بيه فيه؟ لانه في ان بدي مرات بنسميش هاي بينهم اور، بنسميش اروح على هذا البرانش، بروح على واحد منهم. ها مزبوط، ها فبس هون عندي بي، فلازم احقق ال وام. عشان احقق ال لازم اي وبي، لازم اي وبي، تحققت خلص صارت خضراء اي وبي وبي، وهاي تحققت يعني اي وبي، هاي تحققت صح وبي. عشان ال شو انا بدي لا هاي تلزمنيش، ما هاي في اور هون، يا اما بي و اي يا اما اي وبي، فانا بدي اي وبي خلص تحققت فخلصتها. هلا انا عشان هاي بدي ال وبي، فحققت مزبوط، يعني هاي تحقق وهاي صار هذول المحققات تتحقق ها بعدين هاي تتحقق، ما بدنا نحقق كيو. يعني اول ما نوصل لجراوند ليفل اللي بيلزمني اه، ما بدك تفتح وتشوف، لانك تتكتب راجع رجوع تقول له يعني بدك تشوف هاي لحظه شوي، بدي اشوف هاي بقدر احققها ولا لا، اذا بتحققها اذا حققت هاي وهاي، بس لحظه شوي بدي احقق هاي. هلا عشان هاي تلك واحد من هذول لازم تحقق، يعني يا من هون بيجيها التحقيق من هذول الثنتين، يا بيجيها من هذول الثنتين. وقبل شوي بقيت كان يستنى شوي بدك تفحص هاي مزبوط، فهمت علي كيف؟ نعم. هلا شو الفرق بين الباكورد والفورورد؟ الباكورد اسرع. هات طيب. نضرب مثال. هات نضرب مثال. انا بدي اكون هات نضرب اعطيكم مثال وانتم تقولوا لي انا استعمل فيه الباكورد ولا الفور. انا بدي ابحث هل مهند بيقدر يسجل ماده الاي اي ولا لا؟ انا اسرع. انه البيت اسرع. لا حسب النولج بيس، اذا كان في اكثر من واحد. عندنا معلومات عن كل الطلاب الجامعه. طيب. عندنا معلومات عن كل طلاب الجامعة وعن كل مواد الجامعة، وأنا بدي أبحث هل مهند بيقدر يسجل مادة الـ AI ولا لا؟ ها؟ الباكورد أنا بقول فورورد؟ فورورد لا، ولا واحد، كلكم بتقولوا فورورد مش منيح؟ لا، إذا في كل الطلاب فورورد يوصل لشيء، نقول مادة الـ AI، نقول هل مهند بيقدر يسجل مادة الـ 1 to 1 اللي هي متطلب جامعة؟ أنا أسرع؟ المتطلب الجامعة الفورورد. الفورورد أسرع. بتعرف شو يعني الفورورد؟ من أولها يعني أنا يعني عملياً بدي أشوف كل مواد الجامعة وكل الطلاب وأطلع فيهم كلهم مع بعض وأشوف إذا النتائج اللي وصلت إلها فوق في واحد منهم إنه مهند بس بروح يسجل مادة الـ AI. ليش أنا بطلع جميع الداتا تاع الطلاب الجامعة؟ هيك الفورورد. السؤال هو نفس السؤال بس غير 1 to 1. نعم صحيح. لكن تختلف لما يجي نحكي متطلب جامعة. بس زاد الداتا. لما يجي نحكي متطلب جامعة يعني إنه بيقدر ياخذوا أي حدا. فأصلاً على التوتر. طيب هو بيقدر ياخذوا من غير أي. لا لا مو في علاقات بين المواد، هم بقدرش يروح متطلب جامعة 1 to 1 إلا إذا كان ناخذ متطلب جامعة مثلاً ثاني. مثلاً. فيعني بدنا نفحص اشياء ثانيه. هل الباك وورد لا زال اصلا؟ طيب خذوا المثال التالي. رئيس الجامعه بيسال بقول له اعطيني كل الطلاب اللي الفورورد مسموح لهم يسجلوا في ال 1 to 1 فورورد. الكونكلوجن اشكر لانه في الباك وورد اسال طالب طالب بدي اخذ كل طلاب الجامعه وارجع فيهم واحد واحد، الثانيه فورورد اصلا. هلا اذا بنقول الفورورد هذا الداتا دريفن، هذا داتا دريفن. الباك وورد جول دريفن، يعني اذا بنسترجع الداتا كميه فورورد، واذا بنسترجع عندي جول بس بدي اسال باك وورد. فهاي بوتوم اب ريزنينج، هذا مش بوتوم اب، توب داون ريزنينج.
made and forward made lots of work that is irrelevant to the goal. مزبوط؟ هذا لا. بس ما هو هذا برضه بيكون في مشكلة. بيكون في مشكلة في الباكورد زي ما قلنا مثالنا. هل الام من طلاب الجامعة اللي بصحيح انهم سجلوا وانتم وين ما عندهم بدي اسال عنهم واحد واحد. اذا عدد طلاب الجامعة 10,000 بدي اروح 10,000 مرة. وجوز اعيد نفس الاشياء. فشفتوا الفرق بينهم؟ Complexity of the backbone can be much less than linear in size of the knowledge base. يعني مرات حجم النولج بيت يعني مرات ال... يعني it's very interesting انه نتعمل على هذا. نيجي نلخص شو لحد الان تعلمنا اخر سلايد. انه قلنا اللوجيك نلخص بشكل عام. Logical agents apply inference to a knowledge base to derive new information and make decisions. مظبوط؟ هذا بيتمكننا من الذكاء او بتعطينا نوع من الذكاء للاجهزه اللي قدرنا نستعمل الجوريزم زي هيك. ها؟ نقول الكمبيوتر ماله ذكي. ها؟ اخذنا السنتكس تبع البروبوزيشنال لوجيك واخذنا السيمانتكس تبعه تروث والمودلز تروث اوف ستيتمنتس وذ ريسبكت تو مودلز. ها؟ اخذنا انتلمنت. شو يعني انتلمنت يا شو اسمك بدي؟ مصر. مصر شو اللي يعني انتلمنت؟ بنحكي مثلا نولج بيس انتلز هذا حققها. ايوه طيب هي مش حققها على فكره. هي لما تقول هي مش ترو على فكره مش ترو. ترو في لا اذا كانت ترو الانتلمنت استنتاج. بس شو معناته استنتاج؟ مش معناته ترو. ليس هناك ما يمنع انه يكون ترو بالضبط. إذا بقول هل النولج بيس انتيلز ألفا؟ أنا ما قصديش هل ألفا إز ترو ولا لا؟ بشكل عام. وكأني أنا بقول هل هناك ما يمنع هل هناك ما يمنع إنه ألفا تكون ترو؟ أو بمعنى آخر هل النولج بيس بتمنع ألفا تبقى ترو؟ أعطيكم مثال ثاني. كل A هو B. كل A هو B. كل كل طالب أو كل خلينا نقول إحنا نحكي على مجتمع الجامعة مثلا. لما نقول كل A هو B أو كل الطلاب هم إنسان أو كل طالب هو إنسان وكل موظف هو إنسان. يمكن خربشتوني. كل موظف هو إنسان. بس مش هون المهم. في عنا مجموعة طلاب وعنا مجموعة موظفين. وكلنا بعض الموظفين طلاب. بعض الموظفين طلاب. هلا بعض الموظفين طلاب كديش يعني كديش عدد الطلاب الموظفين هون؟ اقل من عدد الطلاب. على عددهم يا يعني بيكونوا قد بعض الطلاب الموظفين مزبوط او واحد موظف واحد لازم يكون طالب مزبوط غير اكزيست. طيب لما اجي اقول مصطفى طالب ما بتقدر تستنتج زي الموضوع. بس هل في شيء بيمنعك كطالب؟ لا. ايوه فاحنا بندور او طيب مثال اخر. اليوم الدنيا مطر او اور يعني في اضراب. اليوم الدنيا مطر او في اضراب. طيب بعدين هل انا بستنتج عندي بس هاي النولج بيس. اجت كتاب تقول هل النولج بيس هاي اللي حكيتها يا استاذ انتيلز انه اليوم اضراب؟ لا ما هل في شيء بيمنع؟ ما في شيء بيمنع.
يعني A or B. ليه؟ هاي knowledge base. A or B. هل بقدر الألفا شي ألفا؟ B. اليوم في مطر أو اليوم في إضراب. هاي knowledge base. يعني A or B. السؤال شو السؤال؟ شي ألفا؟ B. شو يعني؟ الدنيا مطر؟ هيك الدنيا مطر؟ شو بتجاوبها؟ آه لا في شيء في شيء بمنع؟ لا يعني اللي بقول لكم اياه مش انها ترو. شفتوا علاش بدور انا؟ احنا بنقول لوجيكلي منطقيا منطقيا في شيء بمنع انه هاي الجمله بي انها تكون ترو. فالانتلمنت هي مش ترو، مش انه الفا بتبكى ترو، مش بهذا المعنى. ليس هناك ما يمنع الفا انها تبكى. فهمت علي؟ مش ليس هناك ما يمنع انها تبكى ترو. فهمتوا كيف؟ طيب اخذنا الانفرنس انه شو يعني الانفرنس؟ deriving sentences from other sentences. اخذنا شو يعني sound؟ شو يعني sound؟ يعني نقول backward chaining sound. شو يعني نصري؟ طيب شو يعني sound مهند؟ انه اذا حصلنا على انتيلمنت، اذا اعطتنا جواب، اذا الباك وورد اعطانا جواب بيكون الجواب ماله صح. هذا الكلام ما لا يعني انه ممكن يعطينا جواب. هنقول الالجوريثم هذا صح، يعني شو معناها؟ اذا اعطاني جواب معناته جواب صح. طب شو يعني كومبليت؟ نقول هذا الالجوريثم كومبليت. شو يعني؟ اذا في جواب فعلا بيعطيني. ماشي. الريزوليوشن الساوند اند كومبليت فور بروبوزيشنال لوجيك، بس اكسبوننشال فيري اكسبوننشال بتايم سيريز. الفورورد والباكورد تشيننج ار فيري جود، يعني لينير تايم كومبليت وكومبليت. بس لو انت للهورن كلوزز، يعني بمعنى اخر زي اللي هذول الريزوليوشن والباكورد والفورورد زي اللي شرط عليهم بكل هذا بكل فورورد والباك. اذا بتعطيني اذا النولج بيس تبعتك هورن كلوز بعطيك بحل يعني بتقدر تستعملني. بس اذا لا يعني هذا ما يعني معناته كل فكرته بجوز ما تقدرش تستعملها. وعلى فكره ها برضه لازم تبقى سي ان اف. اذا سي ان اف تقدر تستعمل. هلا بشكل عام احنا بنعرف انه البروبوزيشن لوجيك هو اصلا ماله ما نقدرش نحكي فيه كثير، ما نقدرش نقول فيه زي ما حكيت المثال قبل شويه انه بعض الطلاب موظفين. نقدر في البروبوزيشن لوجيك؟ نقدرش. بعض الطلاب او كل الطلاب، فهذول بدنا الفور اول وير ذير اكزيست، هذول هم موجودين بالفيرست اوردر لوجيك اللي بدنا ناخذه المحاضره القادمه. في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.